ثلاثة وهو جاك. جاك براند نزل في مصر بقاله فترة مع توكيل مش وحش ومش حلو، توكيل برضو بقاله زمن في مصر، لكن مشاكل جاك كتير، مشاكل جاك كتير. خلينا نقول من أهم عيوب سيارات جاك: صاج خفيف، مشاكل كتير في الكهرباء بعد الاستخدام، الخامات اللي من جوه في الانتيريور خامات رديئة، وسائل أمان ضعيفة، ثبات ضعيف، وموتور ضعيف. انا مش معنى كده ان بقول العربيه ملهاش لازمه يعني، او البراند ملوش لازمه، لكن انا بديلك يا اما مثلا تحت المتوسط، يا اما ضعيف، يا اما مفيش خالص. فانت لازم تبقى برضو قبل ما تروح تشتري لازم تبقى عارف عيوب البراند اللي انت رايح تشتري فيه العربيه، وزي ما في عيوب في مميزات. بس احنا خلينا ايه بنتكلم عن العيوب، وانت طالما انا ما ذكرتش حاجه تانية يبقى الباقي مميزات. يعني مثلا اعاده البيع لجاك كويسه، التوكيل بيوفر مراكز خدمه للعربيه كتير، قطع غيار موجوده. فدي مش انا مش هذكرها، انا بذكر العيوب بس. طيب نخش على العربيات، عربيات جاك. اول واحده وهي الجي 7، الفئه الاولى ب 400,000 جنيه والفئه الثانيه ب 370,000 جنيه. التقييم قيمة مقابل سعر 4/10، والتقييم العام للجي 7 5/10. عندك بعد كده الجي اس 3 او جاك اس 3، خلاص، وهي نازلة بفئتين، الفئة الاولى ب 350,000 جنيه والفئة الثانية ب 328,000 جنيه. قيمة مقابل سعر 2/10، وتقييم عام للاس 3 2/10. الاس 4 او الجاك اس 4 نازله بفئتين، الفئه الاولى 399,000 جنيه، الفئه الثانيه ب 369,000 جنيه. والاسعار تقييم الاسعار 4/10 قيمه مقابل سعر، والتقييم العام للعربيه 4/10، واخيرا التقييم الخاص بتوكيل الجاك هو 4/10.